ازاي الواحد يغير استهلاكه يا فندم؟ دي مهمه، دي نقطه مهمه. عمليه مع العلم طبعا احنا كلنا دلوقتي الغالبيه العظمى المفروض انها تبقى قاعده في البيت، على عكس يعني الموسم الصيفي. بص يا فندم، هو ترشيد الاستهلاك بمعنى بسيط خالص بطريقه، هو ان انت تستهلك كهرباء فيما يعود عليك بالنفع او اللي تحتاجه. بمعنى ان لو انا مش محتاج الاجهزه الكهربائيه اللي هي قدامي كتير، التلفزيونات اللي هي بتبقى شغاله، مش محتاج او مش عايز يعني اقلل استخدام الحاجات اللي بتسخن، يعني السخان الكهرباء، الغلايه بتاعت الشاي، الافران الكهربيه، الميكروويف، كل الحاجات دي كلها بتستهلك كهرباء كتير جدا. لو انا داخل على الصيف لابد ان اخد بالي قوي من صيانه التكييف، من درجه حراره التكييف ان انا اشغله على درجه 24 25، مفيش داعي ان انا انزل بيه درجه حراره تبقى عاليه قوي، وكمان في نفس الوقت اتاكد من عزل الكهرباء. دي حاجه. الحاجه الثالثه والمهمه ان انا اتابع استهلاك بتاعي. بمعنى ان مش عيب ابدا ان انا ابص على العداد هو استهلك لغايه دلوقتي قد ايه، لان دلوقتي زي ما حضرتك اشرت في الاول، هو امتى ابدا اقلق واحس ان انا طلعت بره الدعم خالص؟ كان الاول اول ما عدي الألف اعرف ان انا مش هستفيد بدعم خالص. انا لما كنت بشوف في العداد بتاعي ان انا بقيت 5 وراح للستة بعرف ان انا كده الدعم هيتشال من عليا. والعداد بيكتب الفئه كذا مفروض يعني. العداد اللي هو مسبوق الدفع. مسبوق الدفع بيكتب. ودلوقتي برضو انت بتحاول بقى ان انت ايه، ما تحاولش ما يعني ما تخشش في الخمسه كتير، علشان لو انت دخلت في السته هيتشال الدعم. الاول كان الشريحه السبعه اللي هي اكتر من 1000، دلوقتي اللي اكتر من 650 بيطلع بره الدعم.